السلام عليكم شيخ مقعيقو ومريم وحنكون لها يوكي سؤال شيء دوات المركة ما كان شقين كرا حنا نذا دتك ووين ويسوكو جرا رقية دمر ولو دمر كو بدينيهين وادد سيد عيالك أوكاله دايبركا لوغا بدلو دايبركا بان بس كوي عررت الله حرم حفايد بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا سي مبنانا وحران صوبتنا وحوي أصلك لبدي الجنسي رجع يضمرك إنه مدب مدك كلا عوردي سارك شركي سنة صوبتوا سو أجنبي كا شرع وديد نصوص على هذا القرآن هي السنة لبالوجود ديدي طيب هدي للديدي القرآن هي السنة ذو أصلها ديدين واحد ضرورة أما تشرتها إلا وحي شريعة ديدي مرمرك قاركوض بي الضرورة يضاني كوكو قبطة وبناناتا صوما سيدي بخت اللي عمنا يوك ولا نفكو قيس مرك الضرورة ما تشرتها وا جوابت واحد وي الضرورة ما تشرتها واحد ضرورة لقو بناناتا قبر مسلمة دا إنا يدد كاس أو رقع انت عورد هذا فيدو وقبيسو حفايد كبدشو عورد هذا فرفريسو حلقة وحكرة ست ماي وكذلك ننكين والمد لأن مسلم إنه ضمر دقيقة انتو دحقلو حلقة يسوون محوة هاي حول كرة سيدو الرزق كقلو هاي أيضا وحوي وحب النار ما واحد ضرورة كليفة يسنا مجرته واحد ضرورة أولو دليشن مجرته طيب دين تينا عجائب تيدي كميتا هاي سيدان رقل بيتك قال هذا الرقم كذا وقال رقم في عنا شخص يقول هدو هوشي سقف سواه دا أما عذر لقب سواه أصل كوحويان هدو نية هاي إن حاس كيس أي عورديسا وقبيسو هجاجيسو سحردي وحن كهجاجيسو وحاس كيس لأن لو وضع عورده هو يسوب أنا دي سوما حاس كي هدا يكون عدنا أصل ونينك يا نينك هذا هو طيب هدي لواي نينكا تور غباي ادو قوبي رق قرابدي سابا هوشا قبناي هدي لواي درم دمر كم حارمتي سي قرابدي سا حاس مله عرور ويلل انا مله غبديهيسا اما دمر كم حارمتي اما حبريرتي اما ايددي ددك اين ونا غورسن كيرين ام حارمتا aya marka isu taagaya hawshiisa sawaba tayib marka diinteenu ilaahi fadligi tabaaraka wa taala ruuxu haduu caruur leeyahay inay caruurtiisa ba ku filan sawaba ruuxu marku caruur leeyahay oo uu doobo gabdhihiisa iyo wiilashiisa ku filan inta ay qabriga kaga hubsanayaan iyaga u taaga mana sanayaan sawaba لكن آفاد الرجال بيت كقول عدا وحوي قيس كي بربريين يخربون بيوتهم بأيديهم كري يجع عن توضع إسكو بربريين قيس كي مركي بربريين نين كان ينعكتم وذا شجع عرور تي دلهم وكذا قاتشين لبضو دي مركي دقوبان حقين لجيني مرك دول دي مسؤول كابل ليه ميلو حلو سمي مركا لغو توراه ضد شقارة الله سمايو كوا صار مرك وحوا هاجاتي أو وض وض أو محوا ها انتظروا هاجاتي أو ما دي فيه أو دولة دون مشاركة سيس أنا كذا مسلم نهاية ضد ير أم بأرنك الله جب بهن موي روح الداء ده مسلم كوا مستكفي بل مرك أصوب بقر يهيبه يا هو يعرور بش أو سرير فو شيء أيضا سرير تاسعرم بيبقى أمرك بحين إذا بقرته سوسا اسمع ويل كذي يجبرد هذه هذو عالمية هذو بقرية هذو مضحية هذو وزيرية ساس أكش كش ليني إلى قبرك كجوف صدق من الصنيع سوسا اسمع بالدين تي نوفير صدق أيقنا وحي وهل وقدر لجان مركو الروح ساء الدقابه حفايد لجب بدلا إيو لوق قبيئي الرجين أفكر لوق الجليكم في الله روحي مورال أهان إنه أنو لادو بهين سوسا اسمع مركي أي بوهلوه ورك مرتديس
warsoo kama dhaqan fiicnin warsoo kama dhaqan fiicnin ilaahay idin ku dhaariyay waa ka dhaqan fiican laakiin waxa la inagu yiri waxba meesha kuma haysana na soo raaca wargaasan dabar culaynayna wuxuu xumaabaan wax moodna waxeedna fiicnaana waa ka tagna almuhim warka aan ku soo noqday jawaabtu wax weeyaan gabadha muslimada iyo ninka muslimka waxa noocaasa kamar shaqayn karaan laana kashfu al-awrad iyo ruuxa ajnabiya taabashadi وحاس اطلاع العورات وحاسا كدلنيه وحنا شريعه واديد ولا ضروره وحا ضروره وكلف يسنا ما اي جيرته والله اعلم جزاك الله خيرا خير الجزاء سواشن بقولكو يا فرتنات سواشتين وحي كغه هلان علماء المسلمين تو مثلا هدا دد قاركود سواشه وحا كو جيرتي وا دد وحفايده لغا بدلي وحا لغا يبا غبدو اني سواشيده كوسابسنتahay ددكن دد درين لبا ما واني من صح laakin dareenkiinni nimow kuma jirto saas daraadeed awradoodan anta taaban inay waxaan aan qasanayno sheekh dareenba kama jiro meesha sooma taa jawaabteedu wax weey ayagu hadayna dareen lahayn soo adigu dareen midii sooma war haduu san idin arkayn xadiidka culimada qaar kood ay taxsiiniyeen haduu san in dhoolkan idin arkayn soo idin kuma arkaysan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam soo saasma marka salaas ma saxsan u fiirsada ruux nool oo nafi ku jirto iska badaay culimadeena waxay mas'alada kaga hadlaan meedka muslimka meedka dhaqidiisa markay ka hadlayaan dumarka ayaa dhaqaya ragana ayaa dhaqaya rag baa dhaqay oo waa meed oo dareen ba ma leh ma dumarka lagu fasax ragana rag lagu fasax maya meesha dareen lagama hadlay laakiin awrada arkideeda iy taala cashadeeda misla kala ama dareen hajra ma yusan jirin ma la fahmin marka misladaasi waa misla loo baahan yahay dadka muslimiinta inay ku baraaruun khaasatan dadka qurbaha ku nool wallahu aalam.